السلام عليكم رابع، اليوم في الفيديو حنحل مراجعة الدرس الدارة الكهربائية صفحة 65. صفحة 65 نبدأ في السؤال الأول. السؤال الأول: ما العلاقة بين التيار الكهربائي والدارة الكهربائية؟ إيش العلاقة بين التيار الكهربائي والدارة الكهربائية؟ العلاقة هي أن، هون إجابة يا رابع، العلاقة هي أن التيار الكهربائي لكي نحصل عليه يلزمنا مسار مغلق لتتحرك فيه الشحنات الكهربائية، وهذا المسار يسمى دارة كهربائية. يعني أنا إذا ما عندي يا رابع مسار مغلق، يعني إذا ما عندي دارة كهربائية مغلقة ما رح يمر عندي تيار كهربائي. إذن كمان مرة، ما العلاقة بين التيار الكهربائي ما العلاقة بين التيار الكهربائي والدارة الكهربائية؟ هو التيار الكهربائي لكي نحصل عليه يلزمنا مسار مغلق لتتحرك فيه الشحنات الكهربائية، وهذا المسار يسمى دارة كهربائية. ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني اللي هو المفاهيم والمصطلحات، أضع المفهوم المناسب في الفراغ. النقطة الأولى هي المسار المغلق الذي تتدفق عبره الشحنات الكهربائية. إيش هو المسار المغلق؟ الدارة الكهربائية. إذن في الفراغ الأول نحط الدارة الكهربائية يا رابع. النقطة الثانية: جسيمات دقيقة تتحرك خلال الدارة الكهربائية المغلقة باتجاه واحد. جسيمات دقيقة تتحرك خلال الدارة الكهربائية. إيش الجواب؟ التيار الكهربائي. إذن النقطة الثانية التيار الكهربائي. ننتقل إلى سؤال رقم ثلاث يا رابع. أصف كيف يمر التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية. بدنا نوصف كيف بدي يمر التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية. طبعا هون الإجابة سؤال ثلاث: يمر التيار الكهربائي في مسار مغلق. احنا كنا متفقين عشان يمشي تيار كهربائي أو يمر تيار كهربائي يجب أن يكون مسار مغلق. وإيش يعني تيار كهربائي؟ يعني حركة للشحنات، حركة شحنات كهربائية. إذا يمر التيار الكهربائي في مسار مغلق، وتمر الشحنات الكهربائية حتى تصل إلى المصباح الكهربائي عبر أسلاك التوصيل. طبعا مجرد ما يوصل التيار الكهربائي عند المصباح رح يضيء المصباح، بحيث هسه نحكي كيف رح تتحرك الشحنات أو من وين لوين. بحيث تتحرك الشحنات من القطب السالب للبطارية، يعني بتطلع من القطب السالب وتمر بالأسلاك وتصل وصولا إلى المصباح الكهربائي حتى القطب الموجب للبطارية يا رابع. طيب ننتقل إلى سؤال، طبعا سؤال رقم أربعة ما بدنا يا رابع. ننتقل لسؤال خمسة: أقارن بين دارتين كهربائيتين إحداهما مغلقة والأخرى مفتوحة. بدي أقارن بين دارتين، واحدة مغلقة والأخرى مفتوحة. هلأ الدارة الكهربائية المفتوحة يا رابع لا يمر فيها تيار كهربائي. الدارة الكهربائية المفتوحة لا يمر فيها تيار كهربائي، اللي هي بيكون المفتاح فيها مفتوح. أما الدارة الكهربائية المغلقة يمر فيها تيار كهربائي ويضيء المصباح الكهربائي. بمر فيها تيار كهربائي ويضيء فيها المصباح. هلا سؤال ستة برضو كمان يا رابع ما بدي اياه، يعني سؤال أربعة وخمسة ما بدي، عفوا سؤال أربعة وستة ما بدنا اياه. ننتقل إلى سؤال سبعة: اختر الإجابة الصحيحة. تعمل البطارية على التحكم بفتح الدارة الكهربائية وإغلاقها، ب تزويد الدارة الكهربائية بالطاقة، جيم التحكم بفتح الدارة الكهربائية فقط، د التحكم بإغلاق الدارة الكهربائية فقط. إيش الإجابة الصحيحة؟ هي تزويد الدارة الكهربائية بالطاقة. إذن البطارية وظيفتها تزود الدارة الكهربائية بالطاقة. ولهون يا رابع منكون أنهينا حل أسئلة الدرس. حلوهم عندكم على الدفتر ويعطيكم ألف عافية.